بس ممكن في مجموعة معاك يقول لك لا بلاش، محدش هيطلب، محدش كذا، رغم ان قبل كده الطلب والناس وافقت. لان احنا كنا متمسكين بمحمد عادل يلعب اول اسبوع. طب اختيار عادل في اول اسبوع ما كانش معاك في المعسكر؟ لا محمد عادل ما كانش معانا في المعسكر لان كان عنده شغل، وجيت تاني يوم سمع التعديلات والبتاع زيه زي الناس اللي قاعد مع المعسكر كله، كان كله تعديلات جديده، حضر تاني يوم وسمع كل الكلام ده، وانا تواصلت مع محمد عادل شخصيا اطمن عليه نفسيا وكل حاجه، قال لي انا جاهز وما عنديش اي مشكله خالص، وحكم كبير. طيب كابتن نصر، طيب سؤال محمد، انت حضرت محمد عادل، حضرته بدنيا وذهنيا ونفسيا عشان يلعب او جوله؟ اه لا ما حضرتش نفسيا. نفسيا هو حضر قد ايه يا كابتن فاروق؟ ايه ده؟ وهقول المعسكر قعد يومين ثلاثة مثلا ولا حضر؟ حضرش اصلا محمد عادل، ما حضرش معسكر. عمل التعديلات الجديدة حضرها في اتحاد الكورة هو وبعض اربع حكام او لا انا بتكلم على معسكر ابو قير الاعداد للدوري. هو ما جاش اصلا معسكر، ما جاش اصلا لان كان عنده شغل تحضيري لمباراة اوكي الاهلي الاهلي والعين. طيب والعين يعني معسكر الاعداد ما كانش موجود فيه. طب انا ارد بقى. اتفضل يا كابتن. كابتن محمد عادل اولا ما كانش جاهز بدنيا ولا نفسيا ولا ذهنيا ولا حاجة خالص. ليه؟ 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 اولا موضوع القائمة الدولية وان هو يتشال ويجي ويتحط، ادي واحد. نمرة اثنين موضوع ان هو المعسكر الاول في كل الحكام الدوليين حكام ومساعدين هو لم يبلغ بالمعسكر الاول. وامين عمر ما راحش المعسكر الاول. اكمل بقى بعد اذنك. المباريات التحضيريه في الجوله الاولى للمحترفين كل الحكام دول خدت، رندور خد، امين عمر خد، حمود البنا خد. هتقول لي كان عندهم خدوا وكان رايح السوبر. الوحيد اللي ما خدش المباراه هو طلب، طلب على فكره ان انا العب مباراه في دوري المحترفين احضر نفسي فيها، ما خدش مباراه. تيجي مشكله مباراه الاردن وتم تعيينه بالاسم ما راحش. كل هذه الظروف يا كابتن ما حضرش المعسكر بتاع ابو قير، يعني ما حضرش تعديلات، ما حضرش قله قال، وفي الاخر خالص احطه في الجوله الاولى. انا كلام الحكام انا مخطئ، ما ينفعش. حتى لو الحكم طلب ان هو يلعب اقول له ستوب، انت مش جاهز اصلا، ده انت قعدت يوم كامل في اتحاد الكوره من الساعه 2 ل 11 بالليل عشان موضوع القائمه الدوليه مع محمد فاروق، او ل 8 بالليل. مين قال كده يا كابتن؟ قعد من الساعه كام للساعه كام؟ من الساعه 2 للساعه 5 يا كابتن. ماشي في سرعات بقى ايه بقى؟ سرعات انا موجود، عايز اقول لك على حاجه. انا مش موجود بيقول المحترفين ما لعبش. محمد عادل تواصل، كان في ماتش ودي بيتلعب فرقه في الدوري الممتاز عن عامله ماتش ودي، استاذني ان هو محتاج يلعب قبل الماتش عشان يجهز. محمد قبل الماتش الودي هو خد في المحترفين يا كابتن؟ ما كانش في ماتشات ساعتها. ازاي كابتن؟ هم كنا بندي للناس اللي مسافره. ايوه ماشي. ما انا مش هدي برضو المحترفين. كابتن انت عندك 9 ماتشات في الدوري. طب ما انا اقول لك على حاجه، بنزل اثنين بس يا كابتن. طب ما الجوله اللي فاتت بلعب بثمانيه. سؤال، الجوله اللي فاتت محترفين وده شغلك انت؟ كلهم حكام في الدوري الممتاز. طب وده هم فين صح ال 36 حكم بتوع دوري المحترفين؟ هاخد بقى سؤالك انت كده واقول له كده للكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي انا بحبه وبحترمه، وبقول للكابتن ياسر لازم تديله الفرصه، حد كويس جدا. بقول له يا كابتن ياسر في 36 حكم في دوري المحترفين، احنا لغايه دلوقتي ما بنشوفش حد، كلهم بتاع الدوري الممتاز. ما ينفعش، لازم الناس دي تلعب. دي ده الصف الثاني بتاعك في الدوري الممتاز، والكابتن ياسر على درايه بالكلام ده كله، وانا واثق ان هو يعني هتلعب الحكام في دوري المحترفين. ما ينفعش نضيع ذخيره كبيره جدا من الحكام. لاعب الدوري الممتاز بس بعض الماتشات زي ما كنا بنعمل 10 ماتشات يلعبوا منهم حكمين. انت قصدك ان كل حكام الدوري الممتاز نزلوا لدوري المحترفين؟ وفي ناس نزلت القسم الثاني كمان الممتاز بيه. القسم الثاني كمان؟ في ناس حكمت في الممتاز بيه. طب فانا من وجهه نظرك هو من وجهه هو عايز يبدا بدايه جيده، مش عايز مشاكل كتير؟ لا هو وجهه نظره ان هم ياخدوا فورمه الماتشات عشان الدوري الممتاز. انا ما عنديش مشكله، بس يبقى في نسبه وتناسب، لان في دوري الممتاز بده في حكام صاعده عايزه تلعب. في المحترفين لما 36 يلعب منهم واحد ولا اثنين، طب هيلعبوا امتى؟ فهنحتاج الدوري الممتاز ده في المراحل المتاخره في الدوري، بتقدر تحطه في مثلا ماتش صعود ماتش هبوط. لكن لسه احنا لسه في الاسبوع السادس ولا الاسبوع السابع، وانا بدور اكتر واحد لعب كام، لعب ماتشين. طب محمد انت الداتا بتاعت الحكام سلمتها للكابتن ياسر بتقييمات المقيمين؟ سؤال بس ده مهم عشان بس ما نظلمش ياسر. لا انا ما بظلموش، انا بالعكس، ده انا مع الكابتن ياسر قلبا وقالبا. عشان اشتغل على بظلموش. لازم يكون الداتا عندي مظبوطه، انا كرئيس لجنه لو مش عندي داتا كابتن محمد مش عارف اشتغل. لا الداتا كلها موجوده مع الدكتور عزب حجاج، خاصه ب 36 حكم موجوده، صفاره و44 حكم مساعد موجوده مع الكابتن فريد. لا ما انا بقول النهارده رئيس لجنه الحكام يا كابتن. انا النهارده محمد انت رئيس لجنه الحكام، حتى لو انت مشيت في ظروف صعبه انا ممكن تليفون كابتن ياسر، انا عندي 36 حكم صفاره من فضلك، تقييماتهم موجوده، المقيمون كويس، عندي حكام كان منهم 8 او 10 حكام هيخشوا في معسكر بار يلعبوا في دوري ممتاز، من فضلك خلي بالك منهم، وعندي 44 حكم سعد. ده دورك كابتن. الكلام ده موجود هناك اللجنه. ايوه واللجنه عارفه الكلام ده كله اللي انا بقول لك عليه والله. اللجنه عارفه الكلام ده. انا عارف بس هي اللجنه بس ياسر عارف هم طبعا عارف. السياسه بتاعتهم ممكن تكون هي مختلفه تماما عننا، وليهم كل التقدير والاحترام، ما عنديش مشكله تمام. بس انا بقول للكابتن ياسر عشان دول اللي انت هتحتاجهم بعد كده، اللي انت تقدر تعمل لهم رخص ويلعبوا معاك في الدوري الممتاز، لان احنا كلنا مع لجنه الحكام، كلنا عايزين لجنه الحكام تنجح.